لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع فيديو جديد من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج. الفيديو بتاع النهاردة بإذن الله هنتكلم فيه عن مشكلة من المشكلات اللي بتقابل المستخدم على ويندوز 10، وهي اختفاء الصوت. يعني معنى أصح الصوت مش شغال على ويندوز 10. طيب هنحل مع بعض المشكلة دي ازاي؟ لو حضرتك حابب تابع معايا الفيديو للنهاية، اول خطوة هعملها اروح على اللي هي قائمة ابدأ واعمل كليك يمين، وبعد كده ادخل عند حاجة اسمها ادارة الاجهزة، وبعد كده انزل عند اللي هو شكل الميكروفون، وبعد كده اخد الخيار التاني واعمل عليه كليك يمين واعمل حاجة اسمها تحديث برنامج التشغيل، وبعد كده اعمل استعراض الكمبيوتر بحثا عن برامج التشغيل، وبعد كده اخد الخيار التاني، وبعد كده اعلم على الخيار الاولاني واضغط على التالي واقول له نعم. تمام كده، هو هنا بيقول لي ان هو عمل عملية تحديث لبرنامج التشغيل، هضغط على اغلاق. هو هنا طبعا بيطلب مني ان انا اعمل عملية اعادة تشغيل لجهاز الكمبيوتر. طبعا انا مش هعمل اعادة تشغيل لجهاز الكمبيوتر لان انا طبعا مش عايز اطول وقت الفيديو، هقول له لا. تمام، هقفل ديت خلاص انا مش محتاجها. هنزل بقى تحت مرة تانية عند اللي هي الايقونة بتاعت الصوت، وادخل عند حاجة اسمها الاصوات. تمام كده هوت، وادخل عند الحاجة اللي اسمها التشغيل واختار الخيار الاولاني وتمام. لو كان اللي هو تعيين الافتراضي ده مش متفعل هفعله، واضغط على كلمة موافق. طيب وبعدين هروح واقف عليه مرة تانية، اعمل كليك يمين وانزل عند حاجة اسمها خصائص، واخد الخيار رقم 3 واختار الخيار ده. لو كان مش متفعل عندك هختاره واقول له موافق، واقول له موافق. وبعد كده انزل مرة تانية على اللي هو شكل الميكروفون، واضغط على حاجة اسمها استكشاف المشاكل. تمام كده هوت، وانتظر لحين ما يتم استكشاف اي مشكلة ويتم حلها تلقائي عن طريق اللي هو الويندوز. لحظات بسيطة معايا. تمام كده بيقول لي نعم افتح التحسينات. تمام كده هقول له موافق، انتظر، اقول له اغلق كده مفيش اي مشكله. كل اللي حضرتك هتعمله بعد ما عملنا هذه الامور ان انت هتعمل اعاده تشغيل لجهاز الكمبيوتر بتاعك، هتلاقي المشكله اتحلت. هوري لحضرتك، هنجيب مثلا اي ملف فيديو موجود عندي على جهاز الكمبيوتر ونشوف هو شغال ولا لا. هنتابع مع بعض. لحظه، هنزل نجيب اي فيديو من الفيديوهات اللي على القناه بتاعتنا. تمام كده هوت، ولنفترض مثلا الفيديو ده هشغله. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك، ادعم ذريه المتابعين وحاجات زي كده. ففي واحد من المتابعين طلب مني ان انا اعمل فيديو، هتلاقي طبعا حضرتك الصوت شغال تمام على جهاز الكمبيوتر. طبعا بكده الفيديو بتاعنا النهارده يكون انتهى. لو استفدت منه وتعلمت شيء جديد ما تنسناش طبعا من اللايك والشير والاشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.